ايوا ما نكذبوش عليكم، حنايا الحمد لله فرحانين كل فرح على الفوز ديال المنتخب ديالنا، وحنا معاهم دائما قلبا وقالبا. علاش؟ لان كيحييو فينا واحد الروح، ديك الروح الوطنيه كيحيوها فينا، وحنا دائما رهن الاشاره كدقه مراكشيه، راه الاشاره للمنتخب ديالنا، ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله وبحول الله. حقيقه كاين عنده واحد التاثير، لان الركراكي ما كيتعتبرش كمدرب فقط، بل كيتعتبر كاب لينا كاملين. يعني الصراحه عز علينا، ونتمنى الله تعالى في القضيه ديالو يكون واحد الانصاف ان شاء الله وبحول الله. كنهديو هذا الفوز ديال جميع المغاربه، حيت حنا كنا صراحه محتاجينه، خصوصا بعد التالق ديالنا في كاس العالم. كانوا علينا مجموعه ديال الانظار، بالخصوص ما عارفين جينا في واحد الموقع اللي عندنا واحد الجاره ديال السوء، دائما مقوصين. الحمد لله قدرنا اننا نتفوقوا في المجموعه ديالنا ودينا الصداره، وان شاء الله دابا تمو النهائي وان شاء الله الكاس ديالنا. اما بالنسبه كما كتشوفوا الغياب ديال الكراكي، كنقول انه ما اثرش بتاتا، لان عندنا لاعبين من كبار الفرق وعندهم واحد اللياقه بدنيه وواحد الطريقه في اللعب اللي ممتازه جدا. الاداء كان مزيون وفرحه كبيره منتخب، وديما المغرب والاجواء كتشوفوا في طنجه، وديما طنجه الطب، وفيفا ماروك. فرحه لان الوطن، الفرحه الوطن العربي كامل، العقبه الطيبه الشيخه.